السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب جيم سنة تانية ثانوي، الدرس الاول والتاني من صفحة 10 لصفحة 16. انتظرونا. صفحة 10. 1. Doctors say that، الاطباء بيقولوا، white blood cells، ان كرات الدم البيضاء، help defend the body against، بتساعد في الدفاع عن الجسم ضد ايه؟ ضد infection، عدوى. دي انعكاس وديت حقن وديت عملية جراحية. 2. raw meat and poultry، يعني الدواجن واللحم الني، may contain harmful، ربما تحتوي على ايه؟ ضار. نقط. therefore، لذا، they must be cooked، يجب طهيهم، to a high temperature، لدرجة حرارة ايه؟ عالية. يبقى ممكن يحتوي على ايه؟ على بكتيريا. يعني يبقى الإجابة بكتيريا، بكتيريا ضارة، دي معناها آلام، وديت ايه؟ اعضاء، اعضاء جسم. 3. It is believed، يعتقد، that cycle helmets، ان هي ايه؟ خوذ ركوب الدراجات، may reduce، ممكن تقلل، هيد، الرأس، نقط، by up to، لايه؟ لدرجة او نسبة 80%، ممكن تقلل يعني اصابة الرأس، injury، اللي هي الخوذ دي بتحمل ايه؟ الرأس. دي معناها علاج، وديت عقار او دواء. 4. luckily، لحسن الحظ، the young doctor، الطبيب الشاب، had his medical، كان معاه his medical، يعني طبي، نقط، with him، معاه، when the accident happened، عندما الحادثة حصلت، كان معاه ساعتها ايه؟ الادوات، يعني الادوات او المعدات بتاعته تبقى kits. دي معناها اجهزة، وديت اساليب، وديت نكات، نكت يعني. 5. after putting out the fire، بعد اطفاء الحريق، some victims suffered from، بعض الضحايا عانوا من، نقط، difficulties يعني صعوبات، وكمان ايه؟ تهيج العين، فعانوا من ايه؟ صعوبات تنفس، هتبقى الإجابة breathing. دي درجة حرارة، ودي اكتئاب، ودي مرض، مرض. 6. most people، معظم الناس، feel proud، يشعروا ان هم فخورين، when، وبعدين نقط هنا، from their country، دول اللي ايه؟ من بلدهم، بيؤدوا بشكل جيد في الاولمبياد، لما يكون في رياضيين من بلدهم athletes في الاولمبياد بيلعبوا كويس، فالتانيين بيبقوا فخورين بيهم يعني. دي معناها رواد، وديت ايه؟ متخرجين، وديت يعني محرر صحفي او كده يعني. 7. في رقم 7 هنا، children under 5، أطفال تحت سن الخامسة، are vaccinated against، يتم تطعيمهم ضد، the، نقط، childhood diseases، أمراض الإيه؟ الطفولة، such as smallpox، يعني الجدري، وبوليو، شلل الأطفال، فبيتم تطعيمهم طبعا ضد الأمراض الأساسية ديت، أساسي يبقى major، دي معناها عادي، ودي غير هام، ودي ثانوي. 8. وان، نقط هنا، is someone، هو شخص ما، ده بقى تعريف، هو is important، بيكون الشخص ده مهم، in the early development، في الايه؟ التطور اللي هو الاولي او المبكر او التنمية المبكرة، of something، شيء ما، تطور شيء ما، يعني رائد في ايه؟ مجال او في شيء ما، يبقى الاجابة pioneer، يعني رائد. and whose work، وعمله، or ideas، او افكاره، are later developed، يتم ايه؟ تطويرها بعد ذلك بواسطة الناس اخرين. ايه دي معناها؟ موظف، وديت مساعد، وديت ايه؟ يعني مخرج او مدير. 9. there was a، نقط، silence، كان في صمت، ايه؟ نقط، as the headmaster، لما المدير بقى ايه؟ into the class، دخل الفصل، فالصمت ده كان ايه بقى؟ كان مفاجئ، كله سكت، sudden. دي معناها مثير، وديت منتظم، ودي متاح. 10. the director، يعني المدير، insisted، اصمم على ايه؟ that all staff must، لكل الستاف، طاقم العاملين، must، لابد ان هم، نقط، on the new security system، على النظام الايه؟ الامن او السكيورتي الجديد، لازم ان هم يتدربوا عليه، يعني train، دي يكتسب شيء معنوي، ودي يستضيف، ودي معناها يشكو. صفحة 12. 1. he suffered، وعانى من، a severe head injury، إصابة في الرأس إيه؟ شديدة. اللي يهمنا ذا سينينيم، مرادف، ك
كلمة سيفير يعني ايه؟ يعني شديد، اللي يعني كلمة ايه تساويها؟ اكيوت، شديد. اتنين، a young man شاب pulled the child out of the swimming pool، يعني شد الايه الطفل خارج الايه حمام السباحة. and نقط CPR اللي هو انعاش رئوي قلبي، اجرى له انعاش رئوي قلبي. يعني طب الاجابة performed، ليه بقى؟ saving his life، عشان ينقذ حياته يعني. تلاتة، did you هل انت نقط any new sport، مع sports ديت بناخد do، هل انت تقوم باي رياضة، تمارس اي رياضة لما بدأت ايه المدرسة الثانوي. اربعة، I not a bad infection، يعني عدوى ايه سيئة كده، in my eye في عيني، and my doctor said، والطبيب قال لي ايه it was due to، ده بسبب العدسات، فانا ايه اصبت بعدوى هنا، هتبقى الاجابة good. دي تعبيرات بنحفظها كده ايه زي ما هي. يعني مثلا رقم ايه خمسة دي respond، يستجيب، يستجيب او يرد على، تاخد حرف الجر ايه to. The call center اللي هو مركز الاتصالات في الشركة كان respond، respond طبعا قلنا هتاخد to لكل الـ complaints، الشكاوي بتاعة العملاء في خلال يومين. معلش احنا بنختصر الحاجات اللي هي ايه مش مفيدة يعني. رقم ستة، هنا الجملة دي اللي يهمنا فيها كلمة ايه flat، ورينا الأرض الزراعية بالقرب من النيل تكون flat، يعني ايه بقى؟ يعني مسطحة مستوية. The adjective الصفة flat ديت is the opposite، هي عكس كلمة ايه مسطح، عكسها rough، يعني معناها ايه بقى؟ خشن غير مستقيم. دي معناها ايه سلس، وديت خصب، والاخيرة دي معناها قاحل عقيم. سبعة، the boy thankfully يعني الطفل ايه بكل عرفان gave his mother، اعطى لمامته her birthday present، هدية عيد ميلادها، which he wrapped يعني هو لفها بقى نقط fine golden paper، ورق كده ايه ذهبي شكله جميل، يلف بيه تاخد حرف الجر هنا ايه with. تمانية، اللي يهمنا هنا the noun infection يعني عدوى، السيميلر مشابهة في المعنى لكلمة contagion، دي معناها الصحة، وديت العقم، ودي معناها الصرف الصحي. صفحة 13 في رقم 9 كده، في صفحة 13 the paramedics اللي هم المسعفين reacted very quickly، استجابوا ايه بسرعة لمكالمات الطوارئ بعد الزلزال. اللي يهمنا هنا the noun الاسم من الفعل react يعني يرد، يرد فعل او يستجيب، الاسم منه ايه reaction. طيب رقم 10 الجملة ديت the verb press الفعل اللي هو ايه يضغط is the antonym، هو المضاد لكلمة، مضاد لكلمة release يطلق. The nurse pressed on the wound، الممرضة ضغطت على الجرح بتحاول توقف الايه the bleeding النزيف، دي معناها برضك ايه يضغط، ودي معناها برضك يضغط او يعصر شيء ليعامل او يعالج. صفحة 14 واحد، I didn't have to renew، انا لم اضطر ان انا اجدد جواز السفر بتاعي as it is still، لانه مازال valid يعني مازال ساري يعني for not 2 years لسنتين كمان. الاجابة هتبقى another، وهنقول ليه another، دي اللي بيجي بعدها ايه وقت او مسافات او كميات او اموال. اتنين، the assistant يعني البائع hung علق ايه a note on the door of the shop على باب المحل that said مكتوب فيها يعني it would reopen يعني هيعيد ايه هيعيد افتتاح المحل ده، هيفتح تاني الساعة 10 مساء، يبقى علق ايه لافتة، تبقى الاجابة sign، دي بمعنى لافتة. اما ديت بمعنى اشارة، ودي علامة، وديت ايه طبعا رسالة. تلاتة، we love to watch احنا بنحب نشاهد، اللي هي منافسات الاولمبياد especially خصوصا ذا خاصة ألعاب القوى athletics. أربعة، the child's parents يعني إيه والدين الطفلة give their consent أعطوا بقى موافقتهم before she has that قبل ما يعملوا لها الإيه العملية الجراحية operation عملية جراحية، لكن دي معناها إيه عملية إجرائية أو عملية طبيعية أو صناعية لحدوث أو إنتاج شيء، ودي معناها إيه اختيار، ودي مهمة.
رقم 5 I couldn't make any calls، لم أستطع أن أنا أجري أي مكالمات أثناء رحلة السفاري as the knot was very bad، في المنطقة دي كانت سيئة جدا، كانت الإشارة هناك إشارة تليفونية signal. صفحة 15 رقم 1 In some parts في بعض الأجزاء من أفريقيا there is a knot food shortage، يعني نقص في الطعام إيه because of بسبب الجفاف، نقص شديد severe. 2 In hospitals في المستشفيات some tests بعض الاختبارات are now دلوقتي إيه on all people على كل الناس اللي بيقدموا أو بيعرضوا to become blood donors يعني إيه متبرعين للدم، فبيعملوا إيه اختبارات على الناس ديت، هتبقى الإجابة performed يجرى لهم اختبارات. 3 firefighters رجال الإطفاء must be trained يجب إن هم إيه يتم تدريبهم بطريقة جيدة to not quickly بسرعة when they hear لما يسمعوا إيه جرس الإنذار، يتم تدريبهم إن هم إيه يستجيبوا بسرعة، يبقى الإجابة react يكون رد فعلهم إيه سريع يعني. 4 all surgeons كل الجراحين اللي في القسم will be trained هيتم إيه سوف يتم تدريبهم in all the new surgical يعني جراحي الجديد، التقنية الجراحية الجديدة تكنيك طريقة أو أسلوب أو تقنية فبيدربوهم عليها بقى، دي معناها فحص ودي طبعا رد فعل ودي غرض. 5 when I reached the hospital عندما وصلت المستشفى my nose was يعني أنفي كانت إيه طبعا يبقى إيه أنفه كانت إيه بتنزف، هتبقى الإجابة bleeding and the doctor plugged it والطبيب بقى سدله النزيف ده بإيه بالقطن. 6 you must make sure يجب أنك تتأكد you understand إن أنت فاهم the safety الأمان نقط before you use قبل ما تستخدم the cutting machine آلة التقطيع ديت، يعني لازم تكون فاهم تعليمات الأمان instructions، دي معناها بناء وديت طبعا ايه رخص. 7 several people العديد من الناس ignored تجاهلوا the no smoking، دي معروفة no smoking sign لافتة ممنوع ليه التدخين، the police find them والشرطة ايه غرمتهم ان هم ايه دخنهم في المكان ده. 8 I had an appointment كان عندي موعد في عيادة الاسنان for a routine روتيني شيء روتيني اللي هو ايه فحص روتيني examination. 9 the present my sister got يعني الهدية اللي اختي ايه حصلت عليها في عيد ميلادها was beautiful كانت ايه بشكل جميل in gold paper في ورق كده ايه ذهبي كانت ملفوفة wrapped، دي مغلق ودي معناها ملقاة. رقم 10 by midday قبل منتصف الايه النهار the sun had الشمس ايه high in the sky يعني ارتفعت، المقصود ارتفعت في السماء والدنيا كانت حر جدا ارتفعت يبقى risen. 11 most schools معظم المدارس don't تلاقي ايه نقط students الطلاب to use ان هم يستخدموا يعني الموبايلات في الفصل، معظم المدارس لا تسمح بذلك don't allow يسمح، دي يمنع ودي تسبب ودي يعلم. 12 ان وبعدين not is a person with a high level هو عنده مستوى عالي من المعرفة or skill او مهارة يبقى خبير expert في مادة معينة أو activity نشاط، دي معناها إيه يصدر ودي معناها مستكشف ودي صاحب عمل. 13 anything you share أي شيء أنت إيه بتشيره يعني إيه على صفحة الفيس is shown shortly يعني يعرض إيه بعد ذلك to everyone كل واحد، هنا اللي تيجي بعد everyone في دولت everyone else لكل شخص آخر. 14 the new director المدير الجديد has full لديه ايه كاملة for financial matters الامور المالية تحت الشركة، لديه كل المسؤولية الكاملة responsibility ديت مقدرة وديت محتمل ودي معناها طموح.
15 my friend was given، دي جت كذا مرة بقى، صديقي أعطي له أو اتعمل له يعني by a doctor، بواسطة طبيب، يبقى CPR، انعاش رئوي قلبي، which I think، أنا أعتقد إن ده أنقذ، saved his life، أنقذ حياته. صفحة 16 رقم 16، the audience اللي هو الجمهور يعني، was clearly delighted، يعني كان من الواضح إنه مسرور، with the بتاع الإيه الممثلين، من أداء الممثلين، performance. 17 اللي يهمنا كلمة later معنى فيما بعد، إذا أنتنم هي مضاد لكلمة إيه؟ immediately في الحال. مع 18 هنا كلمة شور بتاخد إيه؟ بتاخد make sure، يتأكد. ومعنى الجملة يعني المصانع وشركات البناء يجب إن هي إيه؟ توفر أدوات الإيه؟ الأمان أو معدات الأمان. 19 husbands and wives، الأزواج والزوجات، يوجوالي عادة disagree يعني لا يتفقوا، نقط the best way، على أفضل طريقة، to spend their money، لإنفاق المال، هنا لا يتفق على شيء، هنا تبقى disagree about. 20 the young actress، الممثلة الشابة، عادة replies، بترد immediately، reply هتاخد حرف الجر ايه؟ reply to، ترد على التعليقات، on her post، على البوستات بتاعتها. 21 many young women، يعني سيدات كثيرات شابات، مالهم دول بقى؟ ستوب، يتوقفوا عن نقط سبورتس، مع سبورتس بناخد دوينج، توقفوا عن ايه؟ القيام برياضة لما يتزوجوا بقى، تتفرغ لمنزلها وكده. 22 تو نقط هيلثي، ناخد معها دايما stay healthy، stay هنا عشان تظل ايه؟ بصحة جيدة. you should exercise، يجب انك تتمرن 3 أوقات في الأسبوع، 3 مرات في الأسبوع. 23 كلمة wound، تمام، can be replaced، ممكن يحل محلها كلمة injury. طب دي معناها ايه؟ كدمة، ودي فزع أو خوف، ودي ايه؟ محاولة أو محاكمة. 24 the medical company، الشركة الايه؟ الطبية، announced، أعلنت، that the research، إن هو البحث من اجل الايه؟ الفاكسين الجديد اللي هو الايه؟ عن التطعيم الجديد ده، was done in نقط، يعني بالاشتراك مع، بالتعاون مع جامعة اوكسفورد. انا هنا ايه؟ محتاج اسم، هتبقى الاجابة collaboration، تعاون اشتراك. 25 during pandemics، اثناء ايه؟ فترة اللي هي الاوبئة وكده، governments، الحكومات have to، بتضطر ان هي force people، تجبر الناس يظلوا في المنازل عشان تمنع انتشار the disease، عدوى المرض. يبقى هنا محتاج اسم، هتبقى الإجابة infection. 26 how did the manager، كيف ايه المدير، not to the suggestion، الاقتراح اللي انت عملته، كيف استجاب يعني react. 27 CPR خدناه كذا مرة، perform يجري. 28 we should do sports too، يبقى دي برضه خدناها stay، يجب ان احنا نكون برياضة عشان نظل بصحة جيدة. 29 كذا مرة قلناها، مع شور هناخد make sure، تأكد. اخر حاجة رقم 30 follow، اتبع the rules، القواعد او تعليمات بقى بتاعت ايه؟ النظافة، يعني to avoid being، عشان تتجنب انك تكون ايه؟ نقط with covid 19، تتجنب انك تصاب بالعدوى، تبقى الاجابة infected. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.